ياسمين ياسمين تاخرتي كده ليه؟ ده رزق يعني بهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا مجدين، الصراحه غرقان غرقان في شبر ميه دلوقتي. انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف غيرك عامل ايه. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون اللي في ايدك ده اللي انت بتشربه اسمه نسكافة. انا معقولك بعتذر لك. ادهن لون نسكافة. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق، تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل هو يطلع بالروعه ديت يا باشمهندس. حلو لون النسكافة ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ الان ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها. بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذة قوي رانيا دي على فكرة، وشيك، حاجة تشرف يعني. هو أنت ما بتغيريش يا ياسمين؟ أنا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام. ده أنت ما عندكيش فكرة، أصلاً الغيرة دي بتخنقني، أحسن حاجة فيكي إنك ما بتغيريش على فكرة. بابا عايز يقابلك. لا والله. أقابل أمه، أقابل حضرته يعني، ماشي، هحدد له ميعاد. أوكي، هي عايز أخطبك؟ قول لي يا بولبو. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خلصت بوس. انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم خوص برضو. اتفضل بقول بوس. امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله. حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا. امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد احنا ايه، مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج؟ هنفضل قاعدين كده قاعدين كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ، بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس مش بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. ويحصل ايه لما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك اجري. اهلا كابتن بلبل. من شويه. اهلا منور اعالي البحار. بوجودك والله. بوجودك يا عم. هات لي كل ما انا. ايه ده، لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي. لسه طعم جمبري جامبو. واو. صبيت جمبري وصبيت. هتصطاد الجمبري والصنبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز. على فكره انا قلت رز، هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعال معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. 30 سنه صيد عمري ما اصطدت سمكه زي دي. ودي تعمل كام علبه تونه دي يا عم؟ تونه ايه؟ دي قشره بياض يا ابني. طب تعمل كام علبه قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم ووزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ طبعا يا حبيبي، اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي
اوفر بس. ثانية واحدة. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكة رهيبة رهيبة. هلا بلبل انا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل وقع. طب هتعالوا بالتدريج طيب. هي وقعت هنا لما انت اتأخرت فزيت ومشيت. ما لحقتش اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي انا مش عايزها. اقول ليه عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه هنلاقيها يعني اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. سمكتي اهدى فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود نصطاد. احنا جايين نصطاد ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عم نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانية خد ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل 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 أخلص أخلص. الصوت ده بيأشعرني. مضايقك أنت الصوت ده؟ أمال يعني عايز أغلس على المنشار. هتاخدي بالك ليكون الفرم عدي ولا حاجة تتعير القبل. أشك إنه لسه جوا. يا ساتر إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الزبالة دي؟ عامل إيه؟ ما أنتوا مش حاطين باسكت في الأوضة؟ ايه ده القلم ده لقيتيه؟ يا ده انا قلبت عليه الدنيا. شوفي كده كان فيه بنطلون كنت بدور عليه شوفيه هنا كده كده. بقول لك ايه هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير. بتطير ده عليها حته تطير. انما ايه حماده المهم بغض النظر عن طيرها يعني انا لقيت الحقيقه فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا عشان كده خطبتها. مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام ايام لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده. حاجه ايه تاني؟ حاجه عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب.